الزنجة، حبات طماطم جميلة، فيها صلابة، تاجها قوي، فيها تحملات للبياض الدقيق. مواصفاتها تكاد تكون تقارب الطماطم السلك، يعني تجود في الأراضي المالحة. ليه؟ الثمرة بتبقى متماثلة، تاخد صلابة ولون أفضل من أي صنف تاني. متحمل ملوحة، متحمل بيض دقيق عالي، تجيتها من 85 يوم ل 90 يوم تبدأ تلون وتبدأ تطلع في السوق. تجوز زرعتها من 20/8 وتطلع لغاية 20/9 بتبقى مميزة جدا. يعني الزنجة دي حباية رمية غلة كتيرة، حباياتها صلبة، حباياتها موحدة الأغلبية، مقبولة في السوق. القوة والصلابة بالنسبة للثمرة، الاحمرار برضو كويس جدا، إن شاء الله تجيب أسعار كويسة بالنسبة للصنف كده في السوق، كرغبة في السوق يعني وكده. صنف قوي متحمل سقيع، حباية مرغوبة سوقيا، وإن شاء الله فيها صلابة وتحمل السفر والشحن. صنف مبكر، حباية اللون يعني أحمر، يعني مفهوش أصفار ولا حاجة، مبكر جدا الصنف. صنف متحمل للأمراض الفطرية، متحمل للنماتودة. ناوي بإذن الله السنة الجاية أزود كمان الرقعة، بدل من 4 فدادين ممكن 10 فدادين، ممكن 15 فدان. الحبايه بتاعته بنوديها السوق بيتجال على ان هي سلك ارضي، وانتاجه عالي وصلابه ولون. احنا بالنسبه لمساحته كنا بنجرب على مساحه صغيره، وابتدينا على مساحه كبيره ان شاء الله. فيه محصول زنجة احنا ما شفناهش قبل كده تاني، وان شاء الله مش هنزرع غير منه على طول. ازرع الزنجة وانت كسبان. هو يعتبر المحصول بتاع الغلابه، يعني مفيش تكلفه، مفيش بياض دقيقي، عرش حلو وغله، وحياة الشرف بيها. احنا بنقول عليه طماطم سلك ارض، وبنقول عليها طماطم الغلبان، لان المزارع اللي هو امكانياته ضعيفه بينجح ان هو يزرع الطماطم دي، لان مواصفات الجوده بتاعتها عاليه وقوه النمو عاليه، فما تاخدش تكلفه كبيره مع المزارع. لقيتها السنة اللي فاتت اشتغلت منها، فلقيت فيها طلبية موجودة كتير، يعني الناس طلبها، في رغبة للحباية في السوق. صنف بسم الله ما شاء الله مجدي من ناحية المحصول، ومن ناحية الصلابة، ومن ناحية اللون، ومن ناحية التحملات. فنأمل إن شاء الله خير جديد من سنجنتا، وأصناف جديدة من سنجنتا لتحل بها مشاكل المزارعين الموجودة في المجتمع المصري.